السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين مطمور يعني وين بالماضي يتلقى رسالة مهمة من ألمانيا لإطاحة الكاميرون، وين يسعى الناخب الوطني جمال بالماضي لقيادة المنتخب الوطني الجزائري لمشاركة في نهائيات منافسة كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، لكن ذلك لن يتحقق إلا بتخطي عقبة المنتخب الكاميروني شهر مارس المقبل. تعقلنا اللي يهدرها في الأرامسي قاعد ويدور منا وقالوا بلي غادي نروح نجيب كوب دي موند. هاكم عاقلين عليها راكم يا ودي، غادي ما تكونش الطريق مفروش بالورود، ما غاديش، لازم السكات ونمشوا مع الظل الظل، نمشوا مع الظل الظل، السكات مليح. انت واحد يضربك بيتخلفها شدي، غادي تقول له قارع لي غدوه ان شاء الله في ديك البلاصه، ما غاديش تقول له اربط حاجه متينه، راك عارف صاحبك وراه يبعد، ولا تعرف صاحبك الطريق اللي فوتها وصايك هذا مكان، على تكسر هدرتي، غادي تكسر الهدرة غادي ما دير والو، الناس تولي تضحك عليك، هذا مكان. بصح حنا كسرنا الهدرة، البلوندة الكحلوتشة غادي نجيبوها، نجيبو الزوجة ونلهاو مع البلوندة، غادي نجيبو من، غادي نجيبو من، يا ودي سكتوا، سكتوا، عرفتي سكتوا. اسكت اسكت تاع تربح من بعد، تربح من بعد تشوف روحك مع من طحت، وشوف البريباراسيون تاعك كي دايره، والقائمه اللي بيروح بها كوب دي موند، من بعد نهضروا. تجي بابا واحد بان كنت قاطر القطري ما مركاش بيجيب كوب دي موند، طلقت طلقت لا طلقت يا هكا صحيح هكا، لا نورمال جيبوا كوب دي موند غير هكا، اي هكا كوب دي موند هكا بالهضره عند في المواقع وفي لي بلاطو تاع الصحافه كوب دي موندي، وزاد سهله 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 سهله، كل السهل الهضره، هو اللسان ما فيهش عظم، اللسان ما فيهش عظم. نص بعرر كوب دي موند، قال لك يا ودي الشيطان، مي قلنا لكم يا ودي يا ودي اسكتي بشويه، هضروا غير بشويه، الهضره بزاف شي مليحه، تجيب لنا العين. لا قال لك هذا عدو يا ودي، وين عدو؟ تربح غاديك عدو. وين اقترب الناخب الوطني جمال بالماضي واشباله من خوض مباراه الدور الفاصل امام منتخب الكاميروني لانتزاع بطاقه التاهل الى نهائيات منافسه كاس العالم قطر، يعني وتجاوز خيبة الإقصاء المر من منافسة كأس أمم إفريقيا الكاميرون، وخلف الخروج مبكر للمدرب بالماضي وأشباله في الكان خيبة آمال كبيرة لدى الجمال بالماضي ومحرز ورفقائه ولدى الجماهير الرياضية الكروية الجزائرية، والتي كانت تمني النفس في الحفاظ المنتخب الوطني على تاجه القاري. ومن المؤكد حسب ما يراه المختصين كثير، فإن المدرب جمال بالماضي ينتظره عمل كبير من الناحية النفسية من أجل تحضير أشباله من المعنويات قبل تحضيرهم بدنيا لخوض مباراة الدور الفاصل أمام منتخب الكاميروني في أواخر شهر مارس 2022. هي يقول لك هي صح، يقول لك احنا لابات انوار تاعنا كاميرون، بصح الكثيرون يجهلون ان المنتخب الوطني الجزائري سبق له وفاز على الكاميرون في مباراة كان نجمها اللعاب عزيز قشيري في ماتش احنا في لي ماتش اوفيسيال ما ربحناهمش، هذا مكان. وفي سياق وين وجه المهاجم الدولي الجزائري السابق كريم مطمور رسالة مباشرة للمدرب بالماضي، وشدد فيها على واجب الخروج من كابوس الإقصاء وتجاوز مخلفاته النفسية والتي أصابت لاعبين. ونصح كريم مطمور
في حوار أجراه مع موقع بولا المدرب المنتخب الجزائري جمال الماضي بظهر يجب عليه العمل على الجانب النفسي كثيرا قبل مواجهة المنتخب الكاميروني. وأكد مطمور أن محرز ورفقائه يعيشون صدمة قوية جراء ما حدث لهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، معتبر أن عودتهم شهر مارس المقبل لما أطلق عليها مسرح الكابوس من أجل اللعب لقاء ذهاب دور ذاته سيكون أمر صعب جدا عليهم. وأبدى اللعاب نادي بوروسيا غلادباخ سابق ثقته الكبيرة في اللاعبين المنتخب الجزائري من أجل انتزاع تأشيرة العبور، مستند إلى ما حققته تشكيلة كتيبة الخوض حاليا منذ 3 سنوات تقريبا. ووصف كريم مطمور مشوار الذي حققه أشبال المدرب جباب الماضي منذ صيف سنة 2018، يعني ونقولوا بلي ب 35 مباراة و 35 متتالية دون خسارة، هي اللي خلاتنا وصلنا لهذه أنا نسميها ديكتاتورية النتائج الإيجابية. هذه 35 مباراة يعني وين ردت الناس يشوفوا بالماضي وبعض اللعابة، ولو يشوفوا في الشعب الجزائري نملة ما كان والو، ما كان والو، ولا يشوفوا فيه نملة. يعني حنايا اللي رانا كومشي، حنايا انتوما ما تضحكوش، ولا تبان لهم بلي كومشي هذا كومشي هما، حنا ما نضحكوش والو، ما نضحكوش، نقعدو غير نبكو كاع ما نضحكوش. وين سيلاقي المنتخب الوطني الجزائري منافسه المنتخب الكاميروني اواخر شهر مارس المقبل ذهاب في يعني ما راش عارفين وين المباراه وين غادي تلعب، ثم الاياب في الجزائر من اجل اقتطاع احدهما بطاقه التاهل الى منافسه كاس العالم قطر 2022. انا نقول لكم منظر غادي يفماك في الكاميرون، غادي نديروا وهنا نربحوا دعاء ساعتكم، هذه غادي تسرع، عقلوا عليها مليح. شنو نقول لكم؟ عقلوا عليها مليح، غادي نديروا وهنا دعاء. القلم انجر، هذه بالتالي غادي نقولها لكم. على ذلك نقولوا بلي ودي اليوم وين الجامع بالماضي عليه لمل الشمل، يعني خدش عليه كنا هدرو كيماك جمع بالماضي مدرب في قطر رومانو مع توين عزيز بوراس في باريس، هذاك مع الجوار تاع لي غارديان كاع مفركتين، حتى الستاب تكنيك مفركت. لازم كي يجي هنا جمع بالماضي ما يجيش وحده، لازم الستاب تكنيك تاعو كومبلي يكون هنا، لازم الستاف تكنيك تاعو كومبلي يكون هنا. ما هذه من التالي كاع خاطش يجيك واحد يقول لك لا ومنا جمال بالماضي نورمالمون. شوف دار غلطة كبيرة نهار اللي خسرنا كونتر كوت ديفوار، بون لعابة واحد ما يخرج خاطش كاع راحو دي فاكونس، اللي قاعد 10 أيام، اللي قاعد 15 يوم، اللي قاعد سيمانة، اللي قاعد جماعة واحد ما يخرج. غادي نقلعو نروحو للجزائر، سليماني محرز في غولين بولحي، غادي تقعدوا معايا غادي نديروا ندوه صحفيه، ياه نقابلوا الشعب ما نهربوش وخلوها كي معاك. بصح نتوما هربتوا، نتوما هاوين ماشي مليحه الهربه، نتوما هربتوا هما راك هاو شويه ماشي مليحه، نتوما هربتوا ماشي حق عليكم، والله ما حق عليكم، هربتوا على بالك بلي هربتوا ما واجهتوش. تما نتوما كنتوا تواجهوا يعني جامع بالماضي يجيب الغاشي هنا ويجيب إن يكون كاين الشاك والميدالية تاع الذهب، يكون كاين الشاك والميدالية تاع الذهب. وين تفركتت جماعة جاو هنا وجماعة راحوا لباري، هات فركيتها كي دايرة، اكتشو تفركيتها كي دايرة، هاهم مالكم، هاهم نتوما تسمى تجو لهنا غير من يخرجوا المدامات يصفقوا عليكم ودير لهم هاونتو ما قامت جوش لابسين الكساء وتدخلوا هاونتو نورمال مو الجهنية تقابلوا ويكون اجتماع كبير
ترد لهم الاعتبار، تطلع لهم المعنويات تاعهم، ايا تبقاو على خير، نتلاقاو لو 20 مارس. انتم والو الشعب تتحكموا فيه باش تخلي جوانا ما تقتلش.